اول شيء يجيك شيء العمود هذا، يجيك الوردات زي كذا، هذه وذي سنتين ثانية هنا، باقي واحدة وينها؟ باقي واحدة زي هذه، باقي واحدة موجودة في المكره. ايوه اي خلاص، هذه في المكره هنا خلاص. الان عندنا المكره وحط لها ثنتين خلاص، هذه تكون فاضيه ولا فيها ولا شيء، تمام. بس تتاكد ان المكره تكون طريقه فتحها كذا، يكون نزوله من الداخل، من الداخل على اسفل كذا، جاي طالع على برا. هذه الطريقه الصحيحه. نجي نشد المسمار حق هذه عشان تكون مستقيمه. خلاص تمام. الان هذه دائما تجي زي كذا، الفراغ هذا يجي هنا حوالينها كذا، يعني هي ما تجي هذه في وسطها كذا، احد يروح يحاول يركبها كذا يعفطها، خلاص هذا الفراغ يجي عليها كذا تنفتح هي. الثانية ذي تركب جوا، المسمار اللي جوا هنا يثبت في الفتحة ذي، دخلها وبرمها حتى تسقط، بعدين ركب الثانية هذه كذا، في فتحات هنا فوق، لف هذه اللي تجي على الفتحة سقطها. سقطت في الفتحه اللي تحت دي. الان نجي نسحب الرول الصغير، اربعه، واحد اثنين ثلاث اربعه. الصغير دائما من فوقه، الكبير من تحته، تمام. الان عندنا هذا من فوقه، بعدين الثاني هذا من تحته الكبير، والصغير من فوقه، بعدين الصغير الثاني من فوقه، بعدين الكبير الثاني من تحته، وامد في الرول كل شويه، امد في الرول. في حاجه نسيناها مهمه جدا، قبل ما ابدا اسحب في الرول لازم اثبت الرول. عده تثبيت الرول هي هذه، تمام. السيستم ما نحتاجها، ركب هذه هنا بارده، وركب فوقها القفيز، شد شويه كذا خلاص، اهم شيء يكون حركته خفيفه. والثانية دي نفس الحكاية، تثبيت عشان ما عاد تطلع على برا. بس الحين لسه ما خلصنا، ما ثبتناها، لان نبغى نشد عليها الرول. وقلنا من تحت الصغير، من تحت الكبير، من فوق الصغير، وادخله على جوا، نفس خروجه من هنا، من هنا يرجع نفس الطريقة. الآن بإمكاني أرسقه شطرطون يمشي الحال، وبإمكاني إني أدخله تحت الحديدة دي. خلينا نقول مثلا لصق في شطرطون، في شطرطون عندك؟ موجود. حط لي وصلة صغيرة. لصق بتيل، هذا هو، ها؟ خلاص. الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل، شبكناها في الكهرباء. أول حاجة نتأكد هنا أنه داخل في الحساس. هذا أول شيء. بعدين في هنا هذه لازم نعدل مقاسها، بس بعد ما ينقص، لان هذه تجي داخل الفتحه. تعال من هنا شوف، هذه الثنتين تتضيق عشان تيجي داخل الفتحه من هنا عشان تمسكها مشدوده، الجهه الثانيه تتوسع عشان تمسك زي كذا، فما نقدر نضيق فيها الا لما تنقص. الحين خلينا نشغلها، الحين وضع الاستعداد، بسم الله. اول ما نشغلها حتطلع لبرا، يبدا العداد. طبعا هذا العداد درجة الحرارة، عشان أعرف كم درجة الحرارة المحطوطة خليني أرفع على فوق، محطوطة على 180 طيبة، ولو حطيتها 170 أو 175 أيضا طيبة، خلاص أتركها. الآن إذا راح التأشير خلاص معناتها اشتغلت. إذا بعرف كم عدد الكاسات اللي غلفت، أضغط اللي على تحت صفر، أضغطه مرة ثانية يرجعني على درجة الحرارة. الآن أنا أبغى أضغط هذا عشان الرول يلف، عشان لما اشغلها وتبدا تسحب من حالها يكون مشدود
يثقل ممكن ينفك، خليني اعطيه لفة عشان يشد على بعضه. افتح في هذا شوية واضغط عشان يلف على بعضه. خلاص اذا لف على بعضه خلاص كده اوقف يكفي. الان عشان اوزن هذيك خليني لازم اسوي زي تغليفة ولا شيء زي كذا. فخليني اجرب على كاسة. عندك كاسات؟ موجود. الان هو محطوط على وضعه الاوتوماتيك. تحط مويه ولا ما بدا؟ اذا ابغى احليه يدوي اضغط الزر تطفي اللمبه يصير يدوي، معناته اني احط الكاسه ما يسحبها، اضغط الزر هذا ستارت يسحب الكاسه عشان يغلف. اذا كان الوضع اوتوماتيك بمجرد ما احط الكاسه حيسحبها على طول. اذا كان الوضع زي كذا ياشر يسحب الكاس بضغطة الزر هذا مو لما احطه، بس الفرق انه هنا ما يسحب رول جديد، يغلف لك على القديم، الفتحة اللي كانت موجودة من اخر تغليفة يرجع يغلف عليها، معناته لو الكاس طلع ما تغلف ارجع اضغط الزر اخليه يأشر زي كذا، ارجع الكاس اضغط ستارت يرجع يقفل عليه من جديد. خلينا نخليه مانوال تمام 130 ما اتوقع انه، خلينا نستنى شوية خلينا يوصل 150. بسم الله. الآن التغليف جاء مظبوط، ما يحتاج نعدل في المقاس، هذا اللي منه تعديل المقاس فوق وتحت. إذا أن التغليف جاي رايح لجهة اليسار شوية أرفع على فوق، إذا أنه رايح على جهة اليمين شوية أرخي على تحت. طبعا أنا كيف أعرف رايح يمين ولا يسار؟ بمجرد ما تطلع الكاسة أطالع فيها وهي بوضعها من غير ما ألفها، فأنا أعرف إذا رايح قدام شوي يسار أرفع عشان يرجع كذا، وإذا أنه رايح كذا أرخي عشان يروح على جهة اليسار. طيب الآن أصبح عندنا غطاء، خلنا نحاول نغطي مرة ثانية عشان يجينا الفتحة. طبعا احنا ما نحتاج الغطاء الثاني، بس انه كان عشان الكاس فاضي ارتفع مع التغليف، هذا الغطاء الثاني لان الكاس كان فاضي ارتفع مع التغليف. طيب الان اللي ابغاه انا، تعال هنا، ابغى اوصل لهذه عشان الفتحة هذه. الان افك في هذه هنا، افك في الثانية، الان اجيبهم جوا، احط هذا المفروض من برا. اوكي تقريبا كده تمام. الان اشد عليها، اشد عليها مرة عشان لا تنكسر. الان هي تقريبا كده مزبوطة، لحد ما شدت. الآن خلينا نجيبها مرة ثانية. الآن أصبح القرار مضبوط خلاص. الآن تصير هي الماكينة تبدأ تشيل. الحين خلينا نشد هذه خلاص، الحين ثبتنا الحين خلاص. الآن صارت الماكينة جاهزة للاستخدام. في كاسة خلينا نحط فيها مويه شوية. هذه نفس الكاسات؟ ايه. في مويه؟ موجود. حطها على وضع الاوتوماتيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس اذا انها حطيتها على وضع ثبتك لما تيجي تشيلها ما تطيح من يدك، لو طاحت من يدك ترجع تسحب من جديد وتغلق. صادق. فيا انك تخليها على وضع الاوتوماتيك وتكون سحبتك لها لما تشيلها خلاص تشيلها مره واحده، ولا خليها على وضع العادي عشان لو شلتها ورجعت طاحت ما تغلف من جديد. طبعا ها اذا بردت التغليف ما عاد تخرج، بس لو انها حاره هو ما طلعت يمكن اقدر اشيلها كمان. ايه بس اذا بردت خلاص. لان كيف يمديك مره ثانيه ترجع بنفس الغطاء احتمال عشان ها خل... الان صارت تاشر. ايوه خلي الناس تشوف. ايوه حطها. شيء طيب. ستار. شيء طيب. ما سحبت رول جديد ولا قصت ولا سمعنا، ما سمعنا صوت القصه ولا سمعنا شيء، نفس الرول القديم ضغطت عليه نفسه زياده سخنت من جديد. ايوه هذا المنتج صيني بس صراحه نظيف و سالية خلاص.